عقاب من الله للهندوس. أسلحة نووية روسية على الحدود الفنلندية. وصورة لأينشتاين مع فيزيائي عراقي. هل حقاً؟ انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور يدعي ناشروها أنها تظهر أضراراً ناتجة عن أمطار وفيضانات غمرت مناطق في شمال شرق الهند. بعض المنشورات التي رافقت الصور قالت إن أكثر من 500,000 شخص فروا من منازلهم هرباً من الفيضانات، وأشارت إلى أن هذا يعد عقاباً إلهياً بعد تصريحات للمتحدثة باسم الحزب الحاكم في الهند اعتبرت مسيئة للنبي محمد. وتواجه الحكومة القومية الهندوسية اتهامات مستمرة باستهداف الأقليات المسلمة في الهند. بعد التدقيق، الصور المتداولة لا علاقة لها بالفيضانات الأخيرة في ولاية أسام. خمس منها تعود إلى عام 2019 وفي مناطق أخرى من الهند، وواحدة التقطت عام 2017 كذلك بعيداً عن المنطقة المشار إليها، وواحدة حديثة لكنها التقطت في بنغلاديش. وتهدد الفيضانات الموسمية في الهند ملايين الأشخاص، ويزيد من وتيرتها وشدتها مؤخراً التغير المناخي. منصات إخبارية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يزعم تحريك روسيا أنظمة صاروخية يمكنها حمل رؤوس نووية إلى حدودها مع فنلندا. الفيديو شهد مئات آلاف المرات على فيسبوك، وتناقلته وسائل إعلام باعتباره نشر روسيا صواريخ نووية بعدما تقدمت فنلندا بطلب للانضمام إلى حلف الناتو. بعد التدقيق، هذا الزعم مضلل. الأنظمة الصاروخية الظاهرة في الفيديو هي أنظمة صاروخية دفاعية من طراز باستيون، وهي صواريخ تستخدم في حماية السواحل كونها مضادة للسفن، ويمكنها فقط حمل رؤوس متفجرة تقليدية وليس رؤوس نووية. القوات المسلحة الفنلندية من جهتها قالت إنه من العادي أن تحرك روسيا أنظمة أسلحة مختلفة في المناطق الحدودية. يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة يدعي ناشروها أنها تظهر ألبرت أينشتاين مع الفيزيائي العراقي عبد الجبار عبد الله. يبدو أينشتاين في الصورة محاطاً بخمسة رجال، ويشار في الصورة إلى أحدهم باعتباره عبد الجبار عبد الله، ويصفه منشور يروج للصورة بأنه أحد أربعة تلاميذ للعالم الألماني الأمريكي الشهير، وأنه أصبح فيما بعد أول رئيس لجامعة بغداد. بعد التدقيق، هذا الإدعاء خاطئ. الصورة في الحقيقة تظهر أينشتاين إلى جانب خريجين من جامعة يوشفا الأمريكية خلال زيارة إلى معهد الدراسات المتقدمة في جامعة برينستون. وبالتفتيش عن الصورة في محركات البحث، تظهر نسخة منها على موقع Getty Images تحمل بيانات من يظهرون في الصورة، وليس من بينهم العالم العراقي. كما أن عبد الله الذي كان عضواً في مجلس تأسيس جامعة بغداد أصبح ثاني رئيس لها وليس الأول.